أشهر مضت على توقف العمل في هذا المصنع التابع لجمعية الشهابية الخيرية في محافظة الكرك بسبب تداعيات كورونا، مما أدى لتعطل ديمومة إنتاجه، لتعود عجلة العمل مجددا دورانها فيه بعد أن تم اختياره ضمن مشروع الدعم الاقتصادي للمجتمعات الأكثر أثرا من جائحة كورونا، والذي ينفذه مركز تطوير الأعمال بدعم من منظمة اليونسف. كان عندنا مشروع مخيطة تابعة لنفس الجمعية، كان فيها هذه المشروع خياطة، فبسبب جائحة كورونا تم اقتطاعنا عن هذا العمل. مما ترتب علينا من قروض وديون، تراكم ديون كثيرة مو بس بسيطة، فتعطلنا عن العمل وقعدنا في البيت. كثير كثير يعني احنا مبسوطين في هذا المشروع لأنه غير كثير في مردود مالي لأسرنا، وحتى احنا كنفسيا البنات بعد ما تعطلنا مع جائحة كورونا كثير تغيرت نفسيتنا بهذا المشروع. هذا المشروع والذي يستهدف الأماكن الأقل حظاً بهدف التقليل من الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة على الأفراد والجمعيات في تلك المناطق، إذ يعطي المشروع كافة التكاليف للمشاريع الاقتصادية من أجور للعاملين ومواد خام، ومن ثم يعمد لتوزيع منتجاته بشكل مجاني على الأسر الفقيرة. تم توقيع اتفاقية مع مركز تطوير الأعمال من أجل اللي هو من خلال برنامج اللي هو الدعم الاقتصادي للمجتمعات المتأثرة من جائحة كورونا. أما بالنسبة تم تشغيل 23 سيدة من المجتمع المحلي الموجودات، مما يؤثر على دخل السيدة ودعم لها. أما بالأيام القادمة إن شاء الله سيتم المنتج توزيعه على المناطق المحيطة. اختار المناطق الأقل حظا في المملكة شمالا وجنوبا، وفر أكثر من 150 فرصة عمل قصيرة المدى لهذه المجتمعات ولأبنائها. أكثر من 20 سيدة في منطقة الشهابية استفدن من هذا المشروع من خلال تأمين فرص عمل لهن، والعشرات من الأسر في المحافظة استفادوا من خلال توزيع ما ينتج داخل هذا المشغل بشكل مجاني. لم يقتصر مشروع دعم المجتمعات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا على هذا المشغل وحسب، وإنما جاب العديد من المناطق في كافة المحافظات، موفراً بذلك أكثر من 150 فرصة عمل قصيرة المدى لسكان المناطق، ووصلت منتجاته التي توزع بشكل مجاني لأكثر من 7000 أسرة في كافة محافظات المملكة. يزن الشمائل المملكة، محافظة الكرك.